كما رحبت كتلة الحوار بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمدينة بني سويف كخطوة هامة، وأكدت الكتلة أن هذه القرارات من شأنها أن تخفف جزءاً من الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين، مبدية تطلعها لإصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة الأزمة، وأن ترتبط أي سياسات إصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الإنتاج في كافة القطاعات.